اقتراب موعد الديربي البيضاوي بين فريقي الوداد والرجاء، تنطلق الاستعدادات لإنجاح هذا العرس الكروي في العاصمة الاقتصادية، استعدادات تباشرها مختلف المصالح الأمنية ومؤسسة النقل، على وجه الخصوص حافلات نقل المدينة بالبيضاء بدورها تسطر برنامجا من الإجراءات لمواجهة الشغب. توصل كاين متوسط تقريبا ما بين 650 حتى 700 حافله اللي كتكون كتجوب للشوارع ديال الدار البيضاء الكبرى كل يوم، ولكن على حسب طبعا الطلب والعدد الطلب ديال التنقل كتكون واحد يعني التغييرات في هذا العدد. حافلات نقل المدينة تتجه إلى تفعيل قانون المتابعات القضائية ضد الجماهير المشاغبة وضد أي أحد قام بتكسير أو تهميش أو تخريب للحافلات، وذلك بالاستعانة بكاميرات الفيديو المثبتة داخل الحافلات. للأسف هذه الموبايلات كتعرف يعني مشاكل كبيرة من ناحية التخريب والشغب. طبعا المصلحة ديال المراقبة ديالنا كتكون بالإجراءات الممكن يعني القيام بها في إطار القانون، ولكن إذا ما كانش الدعم ديال السلطات الأمنية ما كيمكنناش يعني نواجهوا هذه الإشكاليات. كنتمنوا إن شاء الله على أنه الدعم ديال السلطات يكون في المستوى بحال اللي كيكون في هذه المباريات من هذا الحجم. أسطول حافلات النقل لطالما عانى من العنف والشغب الريادي، تكسير وتهميش وتخريب. الديربيات السابقة كبدت خسائر كثيرة وفي محطات مختلفة. كنتذكر في سنة 2012 إلا ما خانتنيش الذاكرة كنتنا وصلنا حتى تقريبا 124 حالة ديال التكسير، اللي هي ماشي تكسير، تخريب كامل للحافلات اللي كانت كتطلب يعني الإصلاح ديالها يزيد من 4 إلى 5 أيام، يعني كانت واحد الحالة كارثية. التنسيق بين مختلف المؤسسات أصبحت ضرورة ملحة لإنجاح الديربي، وأن يمر الديربي البيضاوي من دون شغب أو إصابات أو أحداث مأساوية. قبل ما تخرجوا تأبوا